السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نصاوب معكم الوصفه ديال الفطائر اللي كيجيو خفاف وهشاش بمكونات جد بسيط كيكونوا في الدار بلا بيض بلا زيت. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر وشكرا. دازو الطريقه والمكونات. غندوزو المكونات هما هادو. بسم الله، عندي هنا زلافه ديال السميده، انتما ممكن تعوضوها بالفينو، زلافة د الفرص، زلافة د الحليب، زلافة د الماء، الخميرة دائما على حسب الجو، الملح والفاني، جوج خميشات الفاني. هنا العبار تيبقى نفس العبار، عبرنا بجوج كيسان، كديرو جوج كيسان د السميدة، جوج كيسان د الفرص، جوج كيسان د الحليب، جوج كيسان د الماء، دائما العبار تيبقى بحال بحال. ندوزو الطريقة. هنا حطيت ديك زلافة د السميدة، غنزيد عليها زلافة د الفرص. ممكن تعوضوا السميده بالفينو، الملح حسب الذوق، فاني، فطائر سالي ما فيهوش بزاف المكونات، الخميره دائما على حسب الجو، انا كثرتها شويه الجو بارد. غنخلطهم، عاد نزيد الماء والحليب ونطحنهم. غنزيد الماء، بسم الله، يكون شوية دافي ماشي بزاف، شوية الجو بارد. الحليب غنخلطهم وغادي نطحنهم مزيان. حاولت غيفي بضروري لدو كما شفتو كنحصلو على هاد القوام ثقيل شوية. انا غنغطيه ونخليه يخمر. هذه هي العجينه ديالنا ديال الفطائر من بعد ما خمرات، كتجي على هذا الشكل. عندي هنا الزيت والبانسو او شيته باش غندهن المقله ديالنا باش نطيبوهم. دهن المقله، بسم الله، على هذا الشكل. غنجيب العجينه، نتوما الحجم كتحكموا فيه. يا بغيتو كبير ولا صغير، تغي في بضروري لدوا وكانت دوسة الجريز ليلي وليلي ليلي وليلي سلفت سنو بسيط وحاول تغي في حاول تغي في بضروري لدوا وكانت دوسة الجريز سمون ليلي وليلي منو يمنو ثلاثة سنو مزيد وحاول تغيفي حاول تغيفي بضا دوري لدوا واسم ربنا يا سيدة لحال ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي ثلاثة سنو مزيد وحاول تغيفي حاول تغيفي بضا دوري لدوا ربي ما يسي يا لحال ليلي ويا ليلي
تغيفي يا حاولة تغيفي بدر. كيجي على هذا الشكل، نتمنى يعجبكم. كيجيو هكا وجات حتاني فوقاني هكا، نتمنى يعجبكم، نتمنى تجربوه، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا.